تعالى اوريكم اللي انا عاملاه امبارح. الوصفه دي لازم يكون فيها جوانتيات وكمامه. كمامه اهي هستخدمها ومعانا جوانتيات. بس تعالوا كده قبل ما نبدا في اي حاجه اوريكم اللي انا عاملاه من امبارح. بص معايا يا جيمي كده قبل ما اقلبه، شايفين ده؟ قسما بالله قسما بالله ويمينة اتحاسب عليه ان ريحة الصابون ده زي اللي بنجيبه من بره بالظبط. بسم الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين المنظر؟ نستخدمه في ايه ده يا نونا؟ يختي يعني حدث ولا حرج. جدعين، لموا بس الفوايد بتاعته. انا عايزه احركه بقى عشان اجيب جوه. بصوا كده معايا، بتغسلي ابيض، بتغسلي غسيل ابيض وبصري منه. مواعين المونيا، مواعين الامونيا عندك اسودت ولونها اغماق تغسلي منه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس بس بقى امين. بصوا كده، ده عاملاه امبارح هنا وهوريكم الكواليس بتاعته. ده عاملاه بالزيت الهالك، الزيت المستخدم. اي زيت عندك في البيت تشيليه بعد ما تصفيه من كل الرواسب بتاعته وتسيبيه عندك. وبعد كده هقول لك على المكونات اللي هتنزل معانا على الشاشه دلوقتي علشان تعملي قطع الصابون ده. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بص كده يا جيم، ادي قطع الصابون اهي. بعد ما تجمد معاكي بالشكل ده، عايزه تشيليها زي ما هي قطع كده ماشي، عايزه تبصريها بالمبشره وتحطيها في كيس عندك ماشي. تيجي بقى تعملي مواعين اللي هي الحلل الالمونيا، تروحي واخده حبه حطاهم على شويه ميه وتبداي ان انت تبوشيهم وتاخدي منهم ايه بالسلك على طول. عندك غسيل ابيض عايزه تغسليه، نونا ده معمول بالزيت، يا نهار ابيض احطه على الهدوم؟ ما هو اصل فيه بطاس. هو دلوقتي يعني انت لما تيجي تغسليه دلوقتي بقى المواعين هيزيت؟ لا مش هيزيت، هو خلاص موضوع الزيت دوت اتنسى، موضوع الزيت ده اتنسى. ده يخلي لك الغسيل الابيض فله، ابشريه وحطيه على في الميه بتاعت الغسيل الابيض. بتغسلي سجاد، خدي حبه من الصابون المبشور واعمليهم في شويه ميه وابداي اغسلي بيهم السجاد. عايزه اقول لك نظافه مفيش زيها. ومعمول بايه؟ بمعمول بحاجات اصلا ممكن ترميها، معمول بحاجات ممكن ترميها. بتقطعيه بالشكل ده كده وبتسيبيه ينشف تاني بره، وبعد ما ينشف خالص بقى تبداي ان انت ايه تبصري وتستخدمي. متهيألي مفيش احسن من كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. وريحته قسما بديني نفس ريحه الصابون اللي بتجيبيه من بره. شايفه المنظر عامل ازاي؟ طبعا كل ده كده، انا عايزه اوريكم بس حاجه. بصوا كده، ليفه اهي وشويه ميه. وتعالوا كده ناخد حته من الرواسب اللي هي دي. بصي شايفه، ادي اللي احنا عاملينه بزيت، بالزيت الهالك اهو. خدت حته من الرواسب اللي متقطعه على الايد اهو. بص المنظر عامل ازاي، الله هو اكبر علينا. شايفين المنظر؟ ولا سحر ولا شعوذه. طب ما قطعه الصابون اللي احنا عاملينه بالزيت، شفتوا الرغوه بتاعته؟ الله هو اكبر. لو عندنا حل الامونيا هنا كنت ايه اديتها دعكه حلوه كده، كنت اديتها دعكه حلوه كده علشان تشوفوا شكله هيبقى عامل ازاي واللمعان بتاعه عامل ازاي. طيب نركن بقى التجربه الجميله بتاعتنا دي ونيجي دلوقتي. استاذنك يا جيمي تنزل لي الرغوه كتير ومش يعني عايز يتغسل بايه 5 لتر ميه. مقاديرنا بتقول ايه؟ الصابون اليدوي القطع معايا 3 لتر زيت مستخدم. طب يا نونا انا ما بشيلش زيت، واول باول بنضف الطاسه وبرمي الزيت اللي عندي وما عنديش زيت مستخدم، ينفع؟ نعم. دي
ينفع ان انا استخدم زيت عادي؟ اه طبعا، اه طبعا ينفع تجيبي زيت جديد عادي تستخدميه. طيب تمام، يبقى انا معايا 3 لتر زيت، عندي نص كيلو بطاس بيتجاب من عندي بتاع المنظفات، نص كيلو بطاس، وده اللي لازم نلبس له كمامه، ده اللي لازم نلبس له كمامه. طيب بصوا بقى، انا عندي ايه تاني دلوقتي؟ 3 معالق كبار من الملح، كيس سائل جل او اللي هو الصابون السائل بتاعنا ده، الصابون السائل بتاعنا بتاع المواعين. تمام، معايا ايه تاني؟ معايا 5 كوبايات ميه سلق قشر الليمون، 5 كوبايات اهو، انا عايزه احركهم. عندي قشر ليمون تجمعيه وتحطيه في الفريزر، اي ليمون عصرتيه مخلله ليمون تجمعي القشر وتحطيه في الفريزر، تيجي مره واحده تروحي مطلعاه وحاطه عليه ميه وتسيبيه يغلي، وبعد كده تصفيه عشان هناخد الميه اللي بالليمون بتاعته، علشان يبقى الرغوه بتاعه الصابون بتاعنا والتركيز بتاعه يبقى في منتهى الجمال. يبقى انا معايا كمان 5 كوبايات ميه سلق قشر ليمون، ومعايا 2 كوبايات دقيق، علشان يبقى دوت ماده الرافت اللي هتربط معانا. يبقى انا حاطه ليمون علشان ايديا، عايزه تحط جليسرين برده ما عنديش مشكله، بس هو الله هو اكبر عليه اصلا من الليمون اللي انا حاطاه امبارح، مزفلط معايا وفي منتهى الجمال ولا عمل اي حاجه في ايدي، بسم الله ما شاء الله. والزيت اهو، وعندنا اللي هو المسحوق الجل دوت او اللي هو الصابون السائل بتاع المواعين هنستخدمه كمان عشان تبقى النتيجه بتاعته ايه، تمام وزي الفل. طيب اول حاجه هعمل ايه؟ شغاله في اي كيماويات لازم تلبسي جوانتيات في ايديكي. طيب البطاس لازم نعمل كده ليه؟ علشان مجرد ما هيتحط مع مية الليمون بيطلع منه بخار، ومية الليمون لازم تبقى باردة والزيت يكون بارد، اوعي يكونوا سخنين. هنعمل كده، بسم الله نجيب المكونات بتاعتنا كده بالشكل ده، نلبس جوانتيات في ايدينا وهنبدا نعمل ايه. هتحطي الميه بتاعت الليمون اللي هي اصلا تكون بارده، انت غليتي قشر الليمون ورحتي مصفياه واخده منه الميه، وهنرجع بعد كده نفضي فيها البطاس ونقلبه بالعصايه الخشب، او لو عندك مضرب سلك بس مش هتستخدميه في الاكل بعد كده، اي عصايه ايد مقشه قلبي بيها مش هتقولك لا. هنعمل كده، ادي ميه قشر الليمون اللي احنا استخدمناها، هعمل كده مفيش مقص. طيب خلاص مش مشكلة كده اهو. بصوا بقى وانتوا بتفضوه وشكم ما يبقاش قريب من الطبق، لان احنا لما نفضيه دلوقتي الطبق نفسه من جوه من بره هيسخن وهيطلع بخار، اوعي 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 تستنشقي البخار ده. ويفضل ان انت تعملي الحاجات دي بالليل وولادك نايمين علشان ما يبقوش صاحيين وتبقي مشغولة ومسحولة معاهم، واوعي يا واد واوعي يا بت وترجعي بعد كده ايه لا قدر الله يحصل حاجة. بصوا كده، انا مش عارفه انت سامعين الصوت ولا لا، الصوت مسموع مش سامعينه؟ طيب بصوا بصوا اللي بصوا بيحصل ايه، بصوا شكله اللون اتغير ازاي، شايفين البخار اللي طالع؟ البخار اللي طالع باين، اه باين اهو، شايفين البخار؟ بصوا البخار طالع ازاي. دي مش عفره، دي طالعه من البطاس. بص انا عامله ايه، انا لابسه كمامه وبعيد، يعني اعملي بايد مقشه عشان تبقى بعيد وانت بتقلبي البطاطس بالشكل ده كده. ربنا يدي الصحه للناس اللي بتعمل منظفات ويحفظهم من كل شر يا رب. بصوا نقلب كده لحد ما البطاطس يبدا ان هو يدوب خالص معانا بالشكل ده اهو، داب معايا خالص، ولو مسكتي الطبق من بره جستيه هتلاقيه سخن. طيب ممكن تكون نوعيه الطبق البلاستيك اللي عندك ضعيفه قوي، فممكن لما نحط فيها البطاطس يبدا ان هو يسيح. اعمل ايه؟ اعملي في بستله صفيح، من اللي هم البستلات اللي هي الصفيح بتاعت الجبنه دي، او البلاستيك طبق بلاستيك يكون البلاستيك بتاعه تقيل، او حاجه استلس كبيره اعملي فيها. بصوا البخار اللي طالع، شايفين المنظر عامل ازاي؟ ده من البطاطس، وشنا ما يقربش منه، نفسنا نبقى لابسين كمامه، لابسين جوانتي في ايدينا عشان يدينا النتيجه اللي احنا عايزينها. طيب خلاص البطاطس معايا داب، اروح عامله ايه؟ اروح نازله بالزيت المستخدم بتاعنا بالشكل ده كده، واقلبه كويس كله مع بعض بالشكل ده. ارجع اروح حاطه ايه؟ حاطه الملح، وادوب
كده خلاص ادام حطيت الزيت مش هيبقى فيه طالع بخار زي الاول. اقلب كده لحد ما ايه الملح يدوب معانا بالشكل ده. ارجع انزل بقى بالايه بالصابون الجل بالشكل ده كده. طبعا المكونات اللي داخله اصلا في الصابون اللي هو اللي احنا عاملينه ده هتظبط معانا الدنيا كلها. ما تحتاجيش ان انت تحطي كل المكونات اللي احنا حطيناها في الصابون السائل. طيب نونا الصابون السائل اللي انت عملتيه النهارده ينفع ان احنا ناخد الكوبايه ديت منه للصابون اللي هو المكعبات؟ اه بس دوت كده بقى لونه اخضر ولو حطينا من اللي انت عاملاه هيبقى لونه ازرق. ازاي انت عملتي كده وطلع ابيض بالشكل ده في الاخر؟ يعني ازاي هو دلوقتي اهو لونه اخضر وازاي هنا في القطع لونه ابيض؟ ده اللي هيعمله ايه؟ انا امبارح لما عملت النسخه ومصوره لكم الكواليس كان اللون اخضر بالشكل ده كده. طب اتحول ازاي قطعه بيضة بالشكل ده علشان الدقيق اللي احنا حطيناه وده يعتبر ماده الربط اللي معانا. بصوا البطاطس مع الزيت مع الجل اللي احنا حطيناه وارجع بقى ادي الدقيق. علشان الدقيق هيكتل معايا فانا محضره اصلا اهو مضرب سلك، ده انا استخدمته امبارح في عمايل النسخه وبعد ما اخلص دلوقتي ده هيترمي يا اما هيتشال علشان استخدام الصابون وبس ما يتحطش مع اي اكل تاني. بصوا انا باكد عليكم اهو ان هو يتعمل بيه الصابون ما يتحطش عليه حاجه تانيه خالص. تبداي ان انت تقلبي كده شويه بشويه لحد ما يديكي خليط تقيل، هوريكوا القوام بتاعه عامل ازاي. بصوا كده حطيت حبه الدقيق لحد ما اختفوا دابوا خالص، ارجع اروح حاطه شويه كمان. هوريكوا القوام دلوقتي اللي انا عايزاه علشان يديكوا الشكل اللي قدامكوا ده. انا متهيالي بعد حبه الدقيق دول انا مش هحتاج تاني. تكوني بقى محضره ايه صاج، تكوني محضره صينيه كبيره كده تحطي فيها اكياس ثلاجه زي ما انا ما كنت مفضيه النسخه قدامكم وتبداي تصبي فيها الصابون. طيب ناس كتير قوي كانت بتشتكي وتقول لي نونا احنا لما عملنا الصابون كان في زيت عايم على الوش. انا عاملاه قدامكم اهو ما فيهوش ولا زيت ولا اي حاجه. طيب لقيت ان انت وانت بتقلبي مدي خفيه شويه وفي زيت في الاطراف، زودي نص كوبايه دقيق هيطلع معاكي زي الفل. تفضلي تقلبي كده. لا عامل زي عجينه الكحك. الصينيه اللي انا فضيت منها نسخه الصابون هحط فيها اكياس ثلاجه عشان لما تيجوا نصبها. طيب الشهاده وامانه عشان ربنا انا الصابون دوت حطيته في الثلاجه عشان يمسك على طول. طب الصح بتاعه ايه؟ الصح بتاعه انه ما يتحطش في الثلاجه، الصح بتاعه انه يتساب فوق الثلاجه في الهواء مكان هاوي، ما يبقاش مثلا في المطبخ وفي سخونيه هياخد معاكي ايام اكتر علشان ان هو ينشف. سيبيه في الصاله، سيبيه في مكان فيه مروحه، ولعي قدامه مروحه وسيبيه هينشف معاكي. لكن انا عشان وقت حلقتنا وعشان انا عامله النسخه امبارح حطيته في الثلاجه. طب يا نونا ما احنا ممكن برضه نعمله زيك نحطه في الثلاجه، ما عنديش اي مشكله. حطيه وطلعيه بالشكل ده بعد ما ينشف، قطعيه كده وافرديه على ورق الجرنان او صينيه كبيره وسيبيه قدام المروحه لحد ما تلاقيه بقى حجر حجر معاكي خالص كده ونشف خالص. ابدأي ابصريه وشيليه في اكياس عندك واستخدميه وقت ما تعوزي، هيطلع معاكي زي الفل. اديني وريتهولكوا ووريتكوا الرغوه بتاعته عامله ازاي. بسم الله الله اكبر الله اكبر، ولا مزيته ولا اي حاجه، وريحته زي حته الصابون اللي بنجيبها من بره بالظبط. والله العظيم وامانه ربنا زمايلي هنا في القناه اول ما دخلوا الصبح محمد ابراهيم وكذا، لا مش محمود، محمد ابراهيم ومصطفى وكريم شممته لهم ورغده قالوا لي نفس حته الصابون بتاعه زميل ما تفرقهاش. اهي بتقول لي اه والله لان هي رغده كانت اول واحده شممته لها، فجربوه وهيطلع معاكم زي